رجعنا لكم فيديو جديد مع دولسي، بس هذه المرة وتوم. في هذا الفيديو راح نشرح لكم كيف عرفنا دولسي على توم، كيف الطرق اللي ممكن تعرفون فيها كلابكم على القطط اللي عندكم. أول شيء حابة أقوله، يختلف مرة على حسب عمر الكلب وكمان عمر القطة، لكن أنا جبت دولسي وهي بعمر مرة صغير، بس توم كان عمره تقريبا 6 سنوات. بس خلينا بالأول نقول لكم تعريف بسيط عن توم. هو فصيلته اسمها تركيش أنجورا، عمره تقريبا 7 أو 8 سنوات، يعني عندنا من زمان. توم طبعا ذكر، طبعا توم يحب يلعب، بس تجي أوقات مرة كثير يحب يكون كذا لحالة، يعني في المود حقه. وقبل ما نبدأ لازم تعرفون نقاط مهمة إذا ناويين تعرفون أي كلب عندكم على قطة جديدة أو العكس. واحد من أهم الأشياء اللي هو شخصية الكلب أو شخصية القطة مرة يفرق لما تعرفونهم على بعض، وكمان الأهم من هذا كله أعمارهم. كل ما كانوا أصغر كل ما كان الموضوع أسهل. أكبر غلط طبعا ممكن تسوونه أنكم تخلونهم يتعرفون على بعض من نفسهم، لازم يكون في ستبس، لأنه لو خلتوهم يتعرفون على بعض من نفسهم ممكن هذا الشيء يسبب علاقة سلبية بينهم. الأفضل أن نكون متحكمين بطريقة التعارف بينهم، أفضل من إننا بعدين نحاول نصلح علاقة بالأول تضررت. وعشان كذا الانطباع الأول جدا مهم عند القطوة والكلب. والحين بنوريكم الستبس إيش هي اللي طبقناها مع دولسي وتوم أول ما جبت دولسي. الخطوة الأولى إن نعطيهم مساحة خاصة فيهم، نعطيهم مساحة عشان يستقرون فيها. القط نوفر له غرفة نوم مثلا ونحط فيها كل المستلزمات حقتها. أما بالنسبة للكلب نوفر له مساحة أكبر، لأنه الكلب معروف إنه يحتاج مساحة أكبر، فيكون دور في البيت كامل له أو جزء من البيت. وطبعا الأفضل إن الكلب يكون أوريدي متدرب على الأوامر زي lay down, stay أو sit. هذا الشيء راح يساعد في فقرة التعارف. الخطوة الثانية وهي الأهم اللي هي الروائح. لازم نعرف إن الكلب والقطوة عندهم حاسة الشم مرة قوية. فقرة الروائح جدا مهمة إن نبادر روائحهم بعض. هذه الطريقة كيف تتم؟ نحتاج قطعة قماش أو أي منشفة صغيرة وتكون نظيفة، نمسح فيها الكلب بالضبط، نركز على الرائحة اللي فيها الغدد، يعني تقريبا الأندر آرم هنا، ونمسح هذه المنطقة زي كذا. طبعا راح نحتاج كمان منشفة ثانية للقط. ما بالنسبة للقط نمسح حول الخدين وعند الجبهة، هذه المنطقتين هي أكثر منطقة فيها رائح جسمهم. وبعد كذا ناخذ قطعة القماش حقت مثلا دولسي أو حقت الكلب ونحطها عند القطوة، ناخذ قطعة القماش حقت القطة ونحطها عند الكلب، كذا كل واحد أخذ الريحة حقت الثاني. هذه أول خطوة للتعارف، بكذا يتعرفون على ريحة بعض أول شيء قبل ما يشوفون بعض. طبعا بعد كذا الكلب راح يبدأ يشم ريحة المنشفة اللي فيها ريحة القطة، وإحنا نراقب هذا التصرف ونشوف كيف الأمور ماشية. على هذا الأساس نعرف كيف الأمور ماشية بينهم، وهذه الحركة لازم نسويها مرة يوميا، أقل شيء أسبوع إلى أسبوعين. الخطوة اللي بعد كذا هي خطوة إنهم يشوفون بعض لأول مرة. الطريقة لازم تكون إنه يكون عندنا حاجز، أي نوع من أنواع الحواجز، بس المهم يكون قزاز عشان يقدرون يشوفون بعض من الجهتين. بعد كذا نحط كل واحد في جهة من القزاز، يعني مثلا إحنا حطينا دولسي داخل البيت وتوم خارج البيت عشان يشوفون بعض لأول مرة، وكان الشيء اللي يفصلهم هو هذا القزاز، فضروري يكون في شيء يفصلهم، وضروري نعطيهم الراحة حقتهم الكاملة بأنهم يقربون من القزاز عشان يشوفون بعض، أو إذا ما هم حابين خليهم على راحتهم يلمن هم يقربون من نفسهم. مع الأفضل إذا كان في أونر للكلب وأونر للقطوة إن كل أونر يروح مع فت حقه، لكن إذا كان أونر واحد ممكن يقعد شوي هنا ويروح شوي عند الفت الثاني عشان يحسسه بالأمان. بعد كذا إذا اجتازوا هذه المرحلة وشافوا بعض مثلا 5 دقائق على الأقل، 5 دقائق كم مرة، يعني ممكن 3 أو 4 أيام ورا بعض. بعد كذا نروح للخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعد كذا نجيب حاجز يكون زي البلاي بن ونحط كل واحد بجهة، يكونون يقدرون يشوفون بعض ويوصلون لبعض أكثر، وحتى يشمون ريحة بعض، لكن ما يقدرون يلمسون بعض. وطبعا لابد أن نكرر هذا الشيء أكثر من مرة، يعني ما نسويه مرة واحدة ونتوقع أنهم خلاص صاروا مع بعض أوكي. وفي شيء كمان حلو أن نعطي الكلب والقطوة تريت عشان كمان هم يبدون يحسون هذا السيتويشن مريح، يعني ما يربطونه بأي شيء سلبي. بعد ما نخلص هذه الخطوات نكون بنينا شوي شوي لما نوصل للخطوة الأخيرة اللي هي يقابلون بعض face to face.
طبعا لما يقابلون بعض فيس تو فيس لازم نفهم ان القطوة لازم يكون عندها الكنترول الكامل، لانه هذا الشيء حسسهم بالامان اكثر. لو يبغون شوي يبتعدون او يرجعون يكون عندهم هم الكنترول. بعد كذا اذا بدأوا يتعرفون على بعض، لما يكون الكلب قرب مرة من القط وبدأ يشمه ما في مشكلة، بس لا تخلونه يكثر من هذا الشيء. يعني حاولوا تشتتون انتباهه بانكم تنادونه اذا حسيتوا انه قاعد يشم بزيادة. بعد كذا نكون تقريبا وصلنا للنهاية، بس ابي اذكر نقطة انه لازم نراقبهم خلال كل هذه الخطوات، وهذا الشيء مرة مهم لانهم ستيل جدد على بعض وما يعرفون بعض ولا ممكن انهم يأتمنون بعض بسرعة. يعني بكل الخطوات اللي هي خطوة القزاز او خطوة ان حطيناهم بالحاجز لازم نراقبهم كويس. بالنسبة للقط نبغى نشوف انه بكل الخطوات يكون مرتاح، يعني واحد من المؤشرات اللي تورينا ان العملية نجحت لما يكون القط مرة مرتاح. وبالنسبة للكلب كمان ضروري انه يكون مرتاح، بس الاهم انه ما يكون مرة متحمس وبس هدفه انه يبغى يلحق وراء القطوة. في شيء كمان نبغى نعرفه ان الكلب والقطوة اذا كانوا مرة يعطون بعض نظرات حادة معناته في شيء غلط ولازم نهديهم اكثر. كيف نحل هذا الموضوع لما نشوفهم مرة قاعدين يطلعون في بعض بشكل حاد او مباشر؟ هديهم او حتى نحط يدنا كحاجز، يعني نشتت انتباههم. وان شاء الله تكونون استفدتوا وكمان استمتعتوا في هذا الفيديو، ونشوفكم فيديو جديد مع دولسي وبيلا توم.